أرحب بكم جميعا بسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في هذا اللقاء الذي يرمي إلى تحديد تاريخ أول انتخابات بلدية منذ صدور دستور 27/2014. لابد من التأكيد على ضرورة الخروج اليوم بالاتفاق على التاريخ للانتخابات البلدية، خاصة أن تحديد هذا التاريخ تأخر بشكل كبير وأصبح يؤثر على ثقة الجميع في المسار الانتخابي الطموسي والمسار الانتقالي ككل. شكرا. حبيت أقول أولا أن هناك أهمية كبرى أن تعقد الانتخابات البلدية في أسرع الأجال إن شاء الله في 2017. أولا نظرا لأهمية الانتخابات البلدية في المسار الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا. آخر استحقاق انتخاب في تونس كان في 2014، فضرورة أن نتواصل نجاح التجربة الديمقراطية التونسية بانعقاد الانتخابات البلدية في هذا المجال. حقيقة مهم جدا أننا نتقدم في الانتخابات البلدية في أسرع مجال، يعني معناها تشتغل كل تعرف كل مواطن يتذرع الانتخابات البلدية 52، كل البلديات الجديدة 52 بلدية يلزم احنا المطالبين أسرع مجال. 86 بلدية جديدة وقع احداثها. اليوم باش نعديو 7 سنين ما غير اي انتخابات واي مشروعية للهيكل باش تخلي فما هيك يسميه الاختلاف السياسي، لا ديفيرونساسيون بوليتيك. هذا نهار الانتخابات نعرفوا انه بعد الانتخابات هناك اشهر باش تكمل الهيئة وتكمل، اما نكملوا في 2017 او سنمر الى شهر مارس. لأسف الحكومة المشكورة نظمت ماذا إذا السيد رئيس الحكومة نظم مجلس وزراء مضيق في العقل، لكن اليوم بدلنا نظام التمويل، القانون غير الروزنامه اللي طرحتها الهيئه اون برينسيب بتكون يكون يوم الانتخاب في 26 نوفمبر وللامنيين يكون بين 19 وبين 22 نوفمبر، لكن توا من خلال استماعنا للاحزاب معناتها يبدو ان هناك اتجاه للتاخير، يعني هذا انطلاقا من راي الاحزاب، الاحزاب الكل ابدت انها مع تاخير اللي تكون في ايام العطل، ايام العطل بتاع ديسمبر، واحنا يبدو ان القرار اللي كنا صرحنا به قبل اللي اذا كان تكون بعد الاسبوع الاول من ديسمبر راهو تكون استحاله وتؤجل الى مارس 2018. ثم عوائق وثم اشكاليات تقنيه، الاشكاليه التقنيه اللي مش تكون موجوده هي ثم اشكال كبير ياسر خاصه بالسجل الانتخابي، على خاطر السجل الانتخابي ديجا فيه معلومات معناتها تخص الدوائر نتاع الدوائر الانتخابات التشريعيه والرئاسيه، وبالتالي يعني كانوا 27 ولاو 350. تو اغلبيه الناس مش يبداوا موجودين في دوائر، معناتها ثم جزء الاف او عشرات الالاف تبدا موجود في دوائر، موجوده في دوائر هي لا تنتمي اليها، وبالتالي هنا ثم اشكاليه كبيره، يعني تكون عمليه التحسيس تشمل الناس الكل بما فيها الاحزاب السياسيه، بما فيها الجمعيات، وبما فيها معناتها المواطن يكون زاد على بينه انه موجود في دائره انتخابيه.